طاب مساءكم. لقي أكثر من 1000 شخص حتفهم وجرح أكثر من 1500 في زلزال قوي ضرب جنوب شرق أفغانستان وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا. وأوضح محمد أمين حذيفة مسؤول الإعلام والثقافة في ولاية باكتكا الأكثر تضررا أن جميع المنازل دمرت في ظل نقص بالخيام والطعام، مناشدا تقديم مساعدات فورية. زلزال مدمر يضرب أفغانستان في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ 2002. الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 درجة على سلم ريشتر وقع على بعد 27 ميلا من مدينة خوست جنوب شرقي البلاد بالقرب من الحدود الباكستانية حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ووفقا لمسؤولي إدارة الكوارث فمن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا خاصة في القرى الجبلية النائية التي لم تصلها بعد فرق الإنقاذ على غرار إقليم باكتكا الذي سجلت فيه أعلى حصيلة للوفيات. حسنا، الوضع على الأرض مدمر. نحن نعلم أن العديد من المناطق في جميع أنحاء مقاطعة باكتكا ومقاطعة خوست قد تضررت من هذا الزلزال. لا أعرف ما إذا كان لا يزال هناك أشخاص في تلك المنازل، لذلك نحاول جاهدين لمعرفة ما إذا كان هناك أي ناجين يمكننا تقديم الإسعافات الأولية لهم. وسرعت فرق الإنقاذ بالمروحيات إلى المناطق المتضررة لإسعاف الجرحى وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، فيما وجدت سيارات الإسعاف صعوبة في الوصول إلى مناطق نائية بسبب التضاريس الوعرة. بينما قال نائب المبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان إن الأمم المتحدة ليس لها قدرات بحث وإنقاذ في أفغانستان وإن تركيا توجد في وضع أفضل لتوفيرها. من جهتها أعلنت باكستان استعدادها لاستقبال الجرحى في مستشفياتها. غادر السيارات الإسعاف التابعة لنا من كابول وتورخام الحدود إلى المنطقة التي ضربها الزلزال. سننقل الضحايا إلى المستشفيات في أفغانستان، ولكن إذا كانت هناك حالة طوارئ كبيرة فقد يتم نقلهم إلى باكستان أيضا. المتحدث باسم وزارة الخارجية أعلن ترحيبهم بالمساعدات من أي منظمة دولية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ما يضع حكومة طالبان أمام امتحان آخر لم يكن في الحسبان. قال نائب وزير الدولة الأفغاني لمواجهة الأحداث والكوارث شرف الدين مسلم مولوي إنه لا يمكن تقديم أرقام دقيقة بخصوص عدد الضحايا والمنازل التي تهدمت جراء الزلزال، مؤكدا أن هناك قرى دمرت تماما. لا يمكننا إعطاء أرقام دقيقة عن عدد المنازل التي دمرت، ولكن الإحصائيات الدقيقة التي وصلت إلينا تقول إن قرى بأكملها قد دمرت وهناك قرية لم يبق منها حتى منزل واحد. من الواضح أنهم كانوا بالآلاف. قال نائب مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف إن الأمم المتحدة أجرت اتصالات أولية مع بعض دول المنطقة لتقديم الدعم والمساعدة، وتحدث عن إجراء تقييم سريع للوضع وأن هناك حاجة إلى 15 مليون دولار على الأقل فورا، ورجح أن يرتفع الرقم في الأيام القادمة. ستكون هناك حاجة إلى 15 مليون دولار على الأقل. نحن قلقون ليس فقط بشأن المواد الغذائية ولكن بشأن إيواء الناس في الملاجئ وتوفير الإمدادات الطبية. قال رئيس العلاقات الدولية بالهلال الأحمر الأفغاني غلام حبيب حسام في تصريح للعربي إن دولا تواصلت معه لإرسال مساعدات إلى المناطق التي أصابها الزلزال شرقي أفغانستان. بعض الجهات وصلوا اتصلوا معنا من ألمانيا، من إيران ومن بلدان أخرى، حتى يعني مجموعات هلال أحمر التركي وصل وحضر مع مجموعاتنا إلى المنطقة، وهذه الدول يعني قالوا إن شاء الله سنرسل لكم المتطلبات والضروريات والحاجات الموجودة إلى الساحة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله.
وينضم إلينا من كابول المهندس رعد الحديد، مدير العمليات في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في كابول. أهلا وسهلا بك سيد رعد. بداية، هل تعتقد بناء على التقديرات الأولية لأضرار الزلزال بأنه يمكن أن تؤدي نتائجه في ظل نقص الإمكانات والقدرات الآن إلى أن تتحول هذه الكارثة إلى كارثة أكبر ربما، وبحسب طبعا أيضا الأرقام الأولية لعدد الضحايا؟ شكرا يا ستي لاستضافتي اليوم لتسليط الأضواء على الاحتياجات الإنسانية اللي بتمر فيها أفغانستان. للتذكير فقط، يعني احنا كالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر متواجدين في أفغانستان لتنفيذ برامج إغاثة إنسانية أصلا قائمة في أفغانستان، حيث أنه زي ما بتعرف في مشكلة الجفاف والمشاكل الاقتصادية والمشاكل الناجمة عن عدة فلاش فلود صارت في السابق، والأهمها مشكلة الجوع أو نقص السوء أو التغذية، مشكلة الأمن الغذائي، متواجدين كانوا من الأساس. فتأتي هذه الكارثة اللي كانت من صباح اليوم الساعة 1:30، اللي أكبر سبب من أسباب الأعداد الحالية في الضحايا في التوقيت اللي صارت فيها، طبيعة المساكن اللي موجودة في هذه المحافظات. فنحن عملنا من الصباح الباكر على تفعيل غرفة العمليات مع الهلال الأحمر الأفغاني، وإرسال فريق تقييم من الجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الموجودة حاليا في أفغانستان، واللي بتضم الصليب الأحمر الدنماركي برئاسة الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الهلال الأحمر التركي، الصليب الأحمر النرويجي كمان الموجود حاليا في أفغانستان، وطبعا بعضوية الهلال الأحمر الأفغاني. معلومات مهمة ضرورية التي تقدمها، لكن هناك الآن مخاوف من اتساع حجم الكارثة. هل من محددات أو محددات معينة أو احتمالات متوقعة فعلا، يعني يمكن أن توضح لنا وللمشاهدين ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما توفرت أدوات الإنقاذ بالنسبة لهؤلاء المنكوبين وللمنطقة المنكوبة بشكل عام؟ يا ستي، زي ما أنت بتعرفي أكثر من 50% من عدد السكان الموجودين في أفغانستان أصلاً كانوا يعانوا من مشاكل أساسية في نقص الغذاء، وهذه تأتي في زيادة على يعني عدم القدرة على تقديم الخدمات الطبية. هذه مشكلة كبيرة جداً، وتهدم المنازل والأعداد الضحايا اللي نجم عن هذا الزلزال في محافظة الكوت ومحافظة بابتيكا. فإحنا من المتوقع جدا طبعا الأعداد إنها تزيد، لازالت أعمال البحث والإنقاذ قائمة، وزي ما تفضلتي إن السلطات المحلية والحكومة طلبت المساعدات المجتمع الدولي لتزويد أفغانستان بمساعدات. إحنا من خلال عملنا بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر رفعنا نداء دولي، أصلا قبل أسبوع كان في هناك مراجعة لهذا النداء، والحان الآن حاليا نعمل على زيادة هذا النداء لغاية 90 مليون سويس فرانك. فإحنا بنحكي على تخصيص من صندوق الطوارئ مبلغ لا يقل عن 750 ألف سويس فرانك، فرانك سويسري اليوم، لتمكيننا من مد يد العون والمساعدة لإخواننا في الهلال الأحمر الأفغاني للقيام بالمهمات الإنسانية التي تأتي ضمن مهامهم كجمعية وطنية في أفغانستان. فأنا بغتنم هذه الفرصة لتذكير المجتمع الدولي بأنه أفغانستان أصلاً كانت تمر بمشاكل، كان في مشاكل فقر وجوع، وبعض المناطق البوفرتي بوكتس اللي موجودة في أفغانستان كان نجم عنها حسب معايير الطوارئ الدولية تصنف كمجاعة في بعض هذه المناطق. فإحنا بنعاني فعلا من طيب هذه النداءات يعني التي توجهها الآن للمجتمع الدولي بكل تأكيد هي نداءات مهمة، ولكن ما تقييمك لمدى الاستجابة الأممية والدولية لها؟ يا سيدي، احنا من خلال مكتب الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تنسيق معنا، في جانا أكثر من طلب لتنسيق مساعدات من الحكومات الخارجية. فإحنا في عنا منظومة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اللي بتشمل لا يقل عن 192 جمعية في جميع أنحاء العالم. فإحنا طبيعة مهامنا الكوارث لا ليس لها حدود، فإحنا مهامنا الإنسانية تتطلب منا التجاوز أي أمور سياسية أو
جغرافية احنا بهمنا جدا من هم بحاجة للمساعدة الآن بغض النظر عن دينهم وعرقهم وأساسهم أو العرق. فعلا يبقى الأهم هنا أن يفصل العالم يعني ويفصل المجتمع الدولي بين البعد الإنساني لهذه الكارثة والبعد السياسي المتعلق من الموقف أو بالموقف من نظام حركة طالبان. شكرا جزيلا لك رعد الحديد مدير العمليات في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في كابول.